هبدأ مع حضراتكم بعودة النادي الأهلي إلى بطولة الدوري العام المصري، البطولة المحببة، البطولة اللي كل الناس بتفكر كيف سيفوز بها النادي الأهلي، كل الأهلاوية يعني عايزين نفوز بها إن شاء الله. ولكن خلال الفترة السابقة وعندما كان الجميع منشغل بدوري أبطال إفريقيا ومساندة النادي الأهلي، وأنا هنا بتكلم على جمهور وإعلام النادي الأهلي، كانوا مشغولين بمساندة ودعم النادي الأهلي، كان هناك أمور واضحة في التحكيم في بعض المباريات اللي الأهلي مش طرف فيها، ومن خلالها أو من خلال هذه الهفوات ومن خلال هذه المجاملات ومن خلال هذه الاحتواءات، هناك أندية بتستفيد بشكل واضح من هذا الأمر. كيف ترى التحكيم خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل أن هناك مطالبات دائمة بعدالة تحكيمية في كل المباريات؟ هو العدالة التحكيمية هي الأساس، المفروض أن كل الأندية مش النادي الأهلي فقط بتلعب في أجواء تحكيمية فيها أكبر قدر ممكن من صحيح العدالة، لأنه الظلم التحكيمي أو الخطأ التحكيمي، الخطأ يمكن يكون وارد، الخطأ وارد، إنما الظلم أو تعمد الخطأ أو المجاملة أو الاحتواء، كل الكلام ده هو اللي بيأثر على بشكل سلبي على مسيرة الأندية. صحيح. فإحنا كل اللي نتمناه إنه يبقى في رقابة جيدة على التحكيم، لو في حكام ثبت إن هم من خلال التجارب يعني إن هم مش بيأدوا بشكل فيه عدالة، لا دول المفروض ينحوا جانبا ويعتمد لجنة ثبت إزاي بقى سؤال. يعني ما هو بتبقى شواهد باينة، شواهد باينة وبيرجعوا، ما هو ده غلط. انت المفروض يا كابتن اصل الحكم احنا بنقول ان هو له قدسية، انما لو الحكم مصر على الاخطاء لا يبقى ده هنعتبرها اخطاء. صحيح. نعم هنعتبرها اخطاء. انا هعتبر ليست مجاملات. هعتبر انها اخطاء، ده حسن نية يعني طبعا، لكن برضو حتى مع حسن النية ده بيظلم. صحيح. وبيظلم خصوصا لما تكون فرق بتنافس او فريق بينافس على البطولة، دي حاجة مختلفة تماما، خاصة ان النادي الاهلي هيلعب خلال الفترة القادمة مجموعة مباريات كل 3 ايام، فيعني مش هيبقى كله عليه بقى، مش هيبقى الاهلي متعرض للإراق والإيجاد والظلم التحكيمي او المجاملات التحكيمية مع الاخرين. والاهلي طبعا عنده مسؤولية مهمة جدا خلال الفترة القادمة انه هو لا يخسر نقاط، يعني هي المشكلة الرئيسية دلوقتي انه حتى في عز مكان النادي الاهلي بيلعب افريقيا او في البطولات الاخرى كانت هناك فرق لا متفرغة للدوري، فبقى في فارق، يعني هقول اسمه بلا خجل، نادي بيراميدز النهاردة لو النادي الاهلي كسب كل ماتشاته هيبقى فرق بونت واحد عن بيراميدز. صحيح. يعني فإذن بونتين. بونتين بونت تقريبا لا اتنين أو نقطة اتنين. تقريبا نقطة. لا هي نقطة اتنين. نقطة نقطة أو اتنين بغض النظر، يعني هي نقطة أو نقطتين سيان، يعني إذن أنت بتلعب كمان تحت ضغط أن أنت ما تخسرش ولا نقطة. نعم. خلال الفترة القادمة، ما هو ده تحدي المؤجلات، وده تحدي المؤجلات فيه. وده اللي بيحصل كل سنة. أيوة بالظبط، وده اللي احنا بنقول عليه ان الاهلي مش مرفه، يعني الاهلي لما بيتاجل له ماتشات هو مش ترفيه له. صحيح. او مش ميزه بيحصل عليه لوحده، مش بيتاجل لوحده. نعم. نعم. كله بيتاجل له يعني مش الاهلي بس. لا كمان غير كده انت لما بتلعب في المواعيد الطبيعيه احسن لك بس انت وفر لي، ما هو برده مش مسؤوليه الاهلي ولا مسؤوليه اي نادي بيشارك افريقيا او دوليا، مش مسؤوليته ان هو يحط الجداول. لا ما هو مش مسؤوليته برضو ان هم السنه فيها 360 يوم بس. ماشي. انا هنعمل ايه؟ طب ما في لا في بطولات، يعني النادي الاهلي مش بياخد لاعب في كل بطولات، يعني برضو على سبيل المثال وانا بحب اكررها على طول، الاهلي لغايه دلوقتي لعب 41 مباراه، هات لي فريق في الدوري لعب نص الماتشات دي، مش هتلاقي. لا في الدوري ما فيش. طب ما هو في الدوري
اللي هو في بعض الانديه السعوديه والاهلي لعب 44 اعتقد، وبعض الانديه السعوديه لاعبين 47. لا مجمل ماتشاته اي فريق في الدوري هيلعب مثلا 17 18 19، يعني نص اللي لعبه النادي الاهلي. صحيح. يعني النادي الاهلي بمعنى اخر ما كانش في فسحه، ما كانش مريح.